ايه بقى فولدر ريدايركشن؟ تخيل انه اليوزر بتاعنا لما بيجي يرمي البيانات بتاعته، في ناس بترمي على سطح المكتب، في ناس بترمي على الماي دوكمنت بتاعتها. حتى لو انا عملت ماب لوك بينسى لما بيجي يشتغل على الاوفيس، الاوفيس لما بيجي سايف بيرمي في ماي دوكمنت او بيرمي على الديسكتوب. طب انا مش هلف واجري والم الداتا بتاعت الناس. في عندي بقى طريقه تانية اللي انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل اعاده توجيه لبعض المجلدات اللي عند اليوزرات ترمي عندي على السيرفر. خلاص، يبقى برغم انك عامل له ماب وقلت له ارمي الداتا بتاعتك هنا، او ممكن ينفض ويرميها في ماي دوكمنت او الديسكتوب، يقول لك الملف ده انا مش لاقيه على السيرفر، ويبقى هو حاطه على الديسكتوب او في ماي دوكمنت. فانا رايح دماغي واخلي كل الداتا بتاعته بما فيهم الديسكتوب بالدوكمنت بكل حاجه ترمي على السيرفر. تمام، دي اسمها فولدر ريدايركشن. ما تسيبش نفسك للدماغ بتاعت اليوزر، هيصدعك ومش هيلتزم بالتعليمات. ما كنتش انت تجبره على بوليس معينه، خلاص. فانا ماي دوكمنت عنده، لو انت بصيت على دوكمنت كده كليك يمين وقمت قايل له بروبرتيز، شايف بترمي فين؟ بترمي على السي بتاعه. لا، ما ينفعنيش الكلام ده، انا عايز احولها يو ان سي باس. نعمل الكلام ده ازاي؟ بص معايا. اولا نروح نعمل له مجلد، هنسميه مثلا اكس دوكمنت، ونشيره كي زي ما احنا متعودين. ادي الشير، وادي الشيرز فولدر، وادي بيرميشن، وادي ريموف، واد اوثنتيكيتد يوزر. ما عندناش مشكله، ومايل له فول كنترول. وهنيجي على السكيورتي ونعمل ايديت، ثم اد اليوزر عندنا اكس، وندي له موديفاي ابلاي واوكي. بعد كده ناخد كوبي منين؟ اليونيتي باز زي ما احنا متعودين. حلو قوي، كنترول سي. ونروح بقى نعمل بوليسي على الراجل ده، وليكن نعمل له بوليسي جديده، كليك يمين كرييت جي بي او، وهسميها فولدر ريدايركشن. كليك يمين ومايل له ايديت. طبعا فولدر ريدايركشن دي متاحه لليوزرات مش كمبيوترات. فانا هاجي على يوزر كونفيجريشن، افتح بوليسز، ويندوز سيتنج، فولدر ريدايركشن، اتفرج على كم المجلدات اللي ممكن اعملها اعاده توجيه عندنا هنا على السيرفر. الستارت منيو بتاعته، الدوكيمنت، البيكتشرز، الميوزك. معظم الناس بترمي حاجات هنا، بيرمي صور، يرمي ام بي 3 فيديوهات. ممكن احول كل الكلام ده على السيرفر. حتى الملفات اللي بيدونها في الداونلود ترمي على السيرفر. الكروم والفايرفوكس متعود ان هو يرمي جوه ده، فحتى الكلام ده ممكن اخليه يجي على السيرفر هناك. تمام. طيب احنا عايزين الدوكيمنت، صح؟ فانا هاجي على الدوكيمنت، كليك يمين بروبرتيز. طيب في عندي اختيارين، بيزك معناه ان كل الناس ترمي في مكان واحد، ادفانسد معناه ان كل جروب هيتعمل لها مجلد وترمي في مكان معين. ده بقى لو انا بطبق بوليس على جروب فيها مجموعه يوزرات. تمام، فانا هخلي الناس كلها ترمي في مكان واحد، وهم يقول له رن. بسالك ما تخافش، حتى لو كلهم هيرموا هنا هيتعمل مجلد باسم كل يوزر زي المثال اللي عملوه لي تحت ده، كلير ده. طيب قبل ما تعمل ابلاي بقى، نطلع فوق كده على السيتنج، شايف الاختيار ده اهو، جرانت ذا يوزر اكسكلوسيف رايتس تو دوكيمنت. ده غلط كده، اليوزر هو الوحيد اللي هيشوف الشير ده ويخش عليه، انا مش عارف اخش عليه، لا انا هشيل ده، علشان حتى ان الدوكيمنت بتاعته لما يرمي عندي انا اشوفه بيخزن عندي ايه، ممكن بيحط عندي افلام. خلاص، يبقى لو سبت دي مش هتعرف تخش على المجلد بعد ما اليوزر يحول الدوكيمنت عليه، لا انا بشيلها عشان اخش عليه. تمام. طيب موف كونتنت اوف دوكيمنت تو نيو لوكيشن، طبعا ان الكونتنت بتاع الدوكيمنت على المكان الجديد، وممكن اطبق الكلام ده على الاولدر اوبريتنج سيستم. طيب في حاله البوليسي لو اتشالت، نسيب الناس على المكان الجديد ولا يرجع كما كان؟ يرجع سي تاني؟ لا، سيب الناس على المكان الجديد حتى لو البوليسي اتشالت، يبقى الناس مربوطين باليو ان سي باس. حلو، فانا هقول له ابلاي، واميل له يس، واميل له اوكي. مطلوب بقى ان انا مثلا افترض دوكيمنت دي كان فيها مثلا داتا زي دي كده، وفيها مثلا حاجه زي كده، اعمل بس ساين اوت من الراجل ده، ساين اوت ماشي، ونعمل ساين ان. شاب بيطبق ايه؟ فولدر ريدايركشن بوليسي. تمام، ما نروح نبص كده على الدوكيمنت عنده، كليك يمين روبرتز. يا سلام، كده احلى، كده احسن. ولو رحت هنا بقى على المجلد بتاعه، ادي حاجه الباشا هنا اهي، وانا شايفها كمان. يبقى حته انك شلت جرانت يوزر اكسكلوسيف دي ميزه، شوف هو بيحط عندي ايه، بس خليت ماي دوكيمنت بتاعته تلقائي ترمي عندي من غير ما هو يعمل حاجه.
الكلام ده ممكن اعمله له بقى في الديسك توب بتاعه، الداونلودز، اي حاجه سهله. فالموضوع بسيط وجميل. ايه ده؟ بس هتمشي واحد واحد، مش هتجيبهم مره واحده. تمام. وزي ما قلت لك ان اشهر اماكن الناس بترمي فيها يا الديسك توب يا دوكيمنت، والداونلودز لو انت عايز، عشان لو داون حاجه تجي لك كمان على السيرفر. خلاص. فكل اللي هتعمله مفيش فيها جديد، سواء انك هتشير لليوزر كوبي اليونسي باس وتخش تعمل البوليسي بتاعت ايه، فولدر ريدايركشن. يلا طبقها لي، ودي اخر توبيك عندنا اليوم.